السلام عليكم ورحمة الله. رياض ومدارس جامعة الزرقاء الثانوية البنين، مادة علوم الأرض والبيئة للصف العاشر. سنستكمل يا عاشر بإذن الله تعالى ما بدأنا فيه في الحصة الماضية. بدأنا بالحصة الماضية بتضاريس قاع المحيط الطبيعية الجزء الأول. اليوم بإذن الله رح نستكمل بقية تضاريس قاع المحيط الطبيعي. كنا حكينا يا عاشر بالحصة الماضية عن تضاريس قاع المحيط، حكينا عن الجزء الأول اللي هو الحافات القارية، وقسمناها إلى 4 أقسام: الرصيف القاري، المنحدر القاري، المرتفع القاري، والأودية تحت البحرية. في حصة اليوم بإذن الله تعالى رح نستكمل بقية التضاريس. رح نتعرف على ظهر المحيط، قعر المحيط، الأخاديد البحرية، ورح نقسم قعر المحيط إلى سهول اللج والجبال البحرية. بداية يا عاشر رح نتعرف على منطقة ظهر المحيط. طلع معي يا عاشر على الشكل الموجود أمامك. هذا الشكل عم ببين لك الطريقة اللي بيتوسع فيها قاع المحيط. احنا كنا شرحناها هاي الطريقة يا عاشر ووضحناها خلال الفيديو الماضي لما حكينا عن قاع المحيط، ولما حكينا عن اللي هو منطقة الميد أوشانيك ريدج اللي هو ظهر وسط المحيط. شرحناها ووضحت لك اياها، ورح نرجع نستذكرها كمان مرة لعملية التكون. حكيت لك يا عاشر انه علشان يصير في عندك توسع لقاع المحيط ويتوسع عندك قاع المحيط، رح تكون عندك المنطقة في وسط المحيط. عند اي منطقة ضعف رح تكون موجودة عندك، فالماجما اللي موجودة عندك ضمن الستار العلوي من القشر من الكرة الأرضية، مجرد ما وجدت حكيت لك نقطة ضعف رح تطلع من خلالها. تطلع الماجما عندك من هون اندفاعات بازلتية. ليش اندفاعات بازلتية يا عاشر؟ ليش البازلت؟ احنا عم نحكي هون عن قشرة، شو نوعها؟ قشرة محيطية. انا بحكي هون عن وسط المحيط، فانا عندي القشرة اللي هون قشرة محيطية. فلما بتطلع عندك الماجما من هون رح تواجه منطقة ابرد منها، رح تبرد هاي الماجما اللي طلعت، تتصلب تشكل عندك قشرة جديدة. هلا هاي القشرة الجديدة اللي تكونت عندك هون يا عاشر، شو بدها تعمل؟ رح تصير تدفش القشرة اللي من هون، تدفش القشرة اللي هون، رح تحاول تبعد القشرة القديمة علشان تخرج هي من هون أو من الوسط. فخروجها هون هذا السبب حكينا إنه دائما القشرة المحيطية عندك أحدث من القشرة القارية. غير هيك ممكن أيضا هاي الاندفاعات تصير عندك عند حدود الصفائح التباعدية. أنا هون ببعد الصفائح عن القشرات عن بعض، حتى بحركة الصفائح نفس الشيء. لما بتتباعد الصفائح عن بعض برضو رح يكون في عندك هون اندفاع للماجما من خلال الشق اللي بيتكون عندك بين حدود الصفائح المتباعدة. بيتراوح طول السلاسل الجبلية اللي تكون عندك في هاي المناطق تقريبا إلى 65,000 كيلومتر، بينما عرض هاي السلاسل في بعض مناطق المحيط الأطلسي بيوصل تقريبا إلى 1,600 كيلومتر. ارتفاعها بيوصل تقريبا ما بين 1 إلى 4 كيلومتر. طبعا هاي السلاسل الجبلية تتكون عندك نتيجة الاندفاعات البازلتية، نتيجة اندفاعات الماجما من المنطقة اللي بصير فيها تباعد من الصفائح أو ما بين الصفائح. من أهم الأمثلة على هاي المنطقة اللي هي سلسلة جبال ظهر المحيط الأطلسي. طبعا هاي المنطقة طالما أنها حدود صفائح وصفائح تتحرك، إذا رح تكون أكثر عرضة للنشاطات التكتونية، رح تكون عندك أكثر عرضة للبراكين، الزلازل، أي حركات أرضية بتنتج عندك. الآن قعر المحيط الشكل الثالث. قعر المحيط، قعر المحيط هو منطقة محصورة، بحصرها أنا ما بين منطقتين، بحصرها ما بين الحافة القارية من هون، ما بين الحافة القارية وما بين ظهر المحيط، ما بين الحافة القارية وما بين ظهر المحيط. هاي قعر المحيط، منطقة قعر المحيط. طبعا تشتمل هاي المنطقة أو تقسم هاي المنطقة إلى جزئين،
ذهول اللوج والجبال البحرية. ذهول اللوج ذهول منطقة بحرية، والجبال البحرية هي المناطق الجبلية. نيجي لأهم ميزات كل منطقة. الذهول هي عبارة عن ذهول شاسعة كبيرة متفاوتة العمق، تتراوح العمق فيها تقريبا ما بين 3 إلى 6 كيلومتر. طبعا هي من أكثر المناطق انبساطا في قاعدة المحيط. ليش سميت بهذا الاسم؟ سبب تسميتها بهذا المسمى لأنه بالمنطقة هاي في عندك كمية المياه فيها كبيرة، فممكن الإبحار والانتقال ضمن هاي المناطق، عشان هيك سموها بهاي التسمية. الجبال البحرية هي عبارة عن جبال ارتفاعها بيزيد عن 1 كيلومتر عن مستوى قاع المحيط، بيزيد عن قاع المحيط تقريبا ب1 كيلومتر. يا إما بنلاقي فيها جبال منفردة، جبال لحالها، أو سلاسل جبلية. بس السؤال اللي بنطرحه الآن يا عاشر، زي ما اتشلت أمام، كيف تكونت هاي الجبال؟ شو آلية تكون هاي الجبال؟ خلينا نتعرف عليها. تكون الجبال البحرية كالتالي: تكون عندك الجبال من خلال حركات الصفائح التباعدية. تباعدية، أنا ما بحكي تقاربية. إذا بدي أحكي تقاربية ماشي، رح ينتج عندك جبال، بس شو الجبال اللي رح تكون عندك؟ جبال بركانية. أنا هنا بحكي عن جبال بحرية في وسط المحيط، في وسط البحار يا عاشر. المنطقة اللي عندك هون، نرجع شوي، المنطقة اللي عندك هون أنا بحكي قاع المحيط، هون منطقة محيطية، في قشرات محيطية وقشرات. الآن نتيجة الاندفاع زي ما حكينا، تتباعد القشرة القارية القديمة، تنتج عندك هون قشرة جديدة، بتشكل عندك هاي الماجما البازلتية نتيجة برودتها وتكونها، بتكون عندنا سلسلة من الجبال. بس المشكلة اللي بتصير عندنا إن هاي الجبال متحركة مش ثابتة. طب ليش؟ لأنه أصلا الصفيحة اللي عليها الجبل متحركة مش ثابتة. ما أنا بحكي عن تباعد، ما أنا عم بحكي عن صفائح عم تتحرك بشكل مستمر. إذا نفس الجبل اللي يتكون عندك ما رح يضل بمكانه، رح يتحرك ماشي حتى لو حركته بطيئة، بس هو عم بتحرك مش ثابت مكانه، لأنه المكان اللي هو مسنود عليه بتحرك قاعد، الصفيحة اللي هو موجود عليها عم بيتحرك. طبعا تباعد هاي الصفائح بيؤدي عندك إلى ظهور منطقة ظهر المحيط. الآن سرعة التباعد للصفائح بتختلف طبعا حسب المنطقة. عندك مثال معطيك إياه بكتابك اللي هو بالبحر الأحمر خليج العقبة، حكيت لك إياها هاي المنطقة، وضحت لك إياها إنه الصفائح اللي عندك هناك حركاتها تباعدية، عم تبعد، عم بيتوسع عندك خليج البحر الأحمر. فسرعة التباعد في هاي المنطقة تقريبا 2 سنتيمتر بالسنة. انت ماشي النسبة قليلة، لكن مع مرور السنوات رح تتحرك، رح يصير في فعلا انفراج، فعلا انه المنطقة عم تتوسع في البحر الأحمر اللي يعني خليج العقبة. معطيك مثال آخر اللي هو سرعة التباعد في المحيط الأطلسي 8 سنتيمتر خلال السنة. نيجي لآخر شكل من أشكال تضاريس قاع المحيط اللي هو الأخاديد البحرية. الأخاديد البحرية يا عاشر برضو وضحت لك إياها، بس نرجع الآن نحكيها بموضوعها اللي هو التقاء صفيحتين مختلفات في الكثافة، اللي هي التقاء الصفيحة المحيطية مع الصفيحة القارية. الاختلاف في الكثافة بيخلي واحدة من الصفائح تنزل أسفل الثانية. إذا تتذكر بالحصة الماضية، ذاك الحصة الماضية حكيت لك كثافة كل من القشرة المحيطية وكثافة القشرة القارية، حكيت لك إنه مين اللي راح تكون كثافتها أعلى؟ ارجع الحصة الماضية واعرف. الآن الكثافة القشرة الصفيحة اللي كثافتها أكثر راح تنزل أسفل الصفيحة اللي كثافتها أقل، فبتكون عندك في هاي المنطقة منخفض عميق. هذا المنخفض اللي هو الأخدود البحري. هاي هي منطقة الأخاديد البحرية. أهم ما يميز هاي المنطقة يا عاشر إنه تمتاز إنه طولها بيكون كبير كطول، لكن عرض بتاعها بيكون قليل.
وهي من أعمق مناطق قاع المحيط، يمكن أنه يوصل العمق فيها إلى 11 كيلومتر. تتكون طبعا عند الحافات القارية غير المستقرة. ليش غير مستقرة؟ لأنه أصلا فيها بحركة دائمة. أصلا أنا عندي هون حركة دائمة للصفائح. بهيك يا عاشر بنكون أنهينا موضوع تضاريس قاع المحيط الطبيعية، وتعرفنا إنه فعلا قاع المحيط هو مش مستوي، إله تضاريس مختلفة تعرفنا عليها، تعرفنا على آلية تكونها وتطبيق، أهم ما يميز كل منطقة فيها. والسلام عليكم ورحمة الله.